مرحبا بكم متابعينا الاعزاء في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نشرح الموقع ترافيك دب، سوف نشرح وسوف نبدا بكيفيه التسجيل، الامور التي يجب عليك القيام بها لكي تسجل في الموقع، وسوف نشرح في الحلقات المقبله كيف تضيف الموقع، كيف تجلب زيارات، وايضا سوف نشرح كيف تحصل على مشاهدات اليوتيوب وتحصل على ساعات. سيكون هناك بلايليست أو قائمة في الوصف، انقر عليها وسوف تشاهد جميع الشروحات، وأيضا رابط التسجيل في الموقع سوف تجده بالوصف. أنا حاليا أستخدم الموقع وأستخدم البرنامج على VPS أو RDP كما تشاهدون معي الآن. أنا على حاسوب افتراضي لدينا هذا البرنامج. هذا البرنامج إذا عندك حاسوب إذا عندك RDP وعندك VPC يمكن تشغل البرنامج على RDP وسوف تتركه شغال 24 ساعة على 24، وبالتالي سوف تجمع نقاط، وهذه النقاط سوف تحولها سواء إلى مشاهدات، زيارات، إلى ما غير ذلك. هذه الزيارات أو هذه المشاهدات هي مشاهدات حقيقية. لماذا؟ لأنه أنا أترك البرنامج شغال 24 ساعة على 24، والآي بي هذا هو حقيقي، وهذه الزيارات مني أناني من بلدي أنا، وبالتالي أنت إذا كنت في مصر، المغرب، الجزائر، تونس، إلى ما غير ذلك، وشغلت البرامج فشغلت البرنامج، جميع المشاهدات التي سوف تجمعها سوف تكون من الآي بي الخاص ببلدك، وبالتالي هي حقيقية وليست بمزيفة، وغالبا لن يتم حذفها من طرف اليوتيوب أو اعتبارها سبام. هذا كان فكرة عامة. كيف نسجل؟ فأنت تحتاج إلى بريد إلكتروني سوف نحصل عليه من هذا الموقع. يمكن نحصل ننسخ هذا البريد مثلا التمبوري أو بريد مؤقت. أنا فقط أستخدم بريد مؤقت لأنه مسبقا أني استخدمت الإيميلات الخاصة بي في البرنامج. نوقع على هذا الشكل، سوف نذهب إلى الموقع، ننقر على ساين أب، هنا نضع اليوزر نيم الحساب الخاص بنا، هنا نضع البريد الإلكتروني من هذا الموقع هنا، وأي باسورد يخطر على بالك كي نعمل ساين أب. الشكل الآن قمنا بعملية التسجيل. الآن ما سوف نقوم به ونذهب إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا ونبحث عن الرسالة. كما شاهد معي الرسالة هنا. إذا لم تجد الرسالة الخاصة بالتفعيل غالبا سوف تجدها في مجلد سبام فولدر أو مجلد الرسائل الغير مرغوب فيها. على ما أعتقد تم تفعيل الحساب الخاص بنا، سوف نحاول الدخول مرة أخرى. كما شاهدنا معي لقد تم تفعيل الحساب. الآن ما سوف أشرح لكم الواجهة. هنا عندك الداشبورد أو لوحة التحكم أو الواجهة. هنا عندك نوع الحساب، يعني حساب مجاني. هنا عندك عدد المواقع التي يمكنك إضافتها، يعني يمكن تضيف حتى 5 مواقع أو 5 فيديوهات. عندك هنا كم نافذة يمكن أن تفتحها وتشغلها لكي تكسب نقاط. مثلا عندك 5 حواسيب أو 3 حواسيب فيمكنك تشغل عليهم البرنامج وتجمع نقاط. هنا عندك 75% يعني تجميع النقاط. عندك 100 نقطة، كم نقطة سوف تكسبها، مثلا إحصائيات كسبتها في هذا الشهر، كم نقطة كسبتها في الأسبوع، وهنا كم زيارة دخلت إلى موقعك على ما أعتقد. هنا عندك الإحصائيات العامة، ويمكنك أن تغير اللغة العربية على هذا الشكل. أنا دائما أستخدم اللغة الإنجليزية بحكم أني اعتدت على اللغة الإنجليزية. هنا ويب سايت تظهر لك جميع المواقع الخاصة بك، يمكنك إضافة موقع من هنا. أنا سوف أشرح هذه الخاصية في حلقة مقبلة. متجر سيتم إضافة، يمكنك شراء الزيارات إذا أردت. هنا المحفظة، على ما أعتقد مستقبلا سيكون بمقدورك إضافة المال، النقاط، أو سحب الأموال إلى ما غير ذلك. هنا إذا قمت بدعوة شخص ما إلى الحساب، وهنا الإعدادات، يعني إعدادات الحساب، يعني تغير الإيميل، تغير اليوزر نيم، تغير الباسورد إلى ما غير ذلك. هذا كان شرح خفيف للموقع، سوف نشرح نلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة كي نشرح كيف تضيف الموقع الخاص بك وكيف تضيف الزيارات الخاصة بك تكسب زيارات. كان معكم منصف ونلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة.